السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب، هذا الاسم الأصلي لي ألا وهو إسباغنم موس، مكتوب عندنا هنا هاي كواليتي إسباغنم موس. طيب، زي ما احنا شايفين يستخدموه لورود الأوركيد، زي ما احنا شايفين يستخدموه لتجذير النباتات بهذه الطريقة، وممكن نقلها إلى تربة. طيب، هو متوفر عندنا ما شاء الله تبارك الله، مستورد من الخارج، سعره 80 ريال عند صديق البيئة. زي هذه عندنا هي عقلة مجذرة في إسباغنم موس ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي هي سينغونيوم الألبو، أو ممكن تستخدمه في ناس اللي هم زي حكايتنا يجذروا النباتات زي ما احنا شايفينها في صناديق. هذا هو الإسباغنم موس، تفرده بهذه الطريقة داخل الصندوق وتبدأ تحط عقلك ما شاء الله تبارك الله، وتبدأ تجذر داخل الصندوق ما شاء الله تبارك الله. شايفين كيف جذورها ماسكة؟ فهي متوفرة عندنا، وأنا أنصحك لا توفرها لأنه الكمية محدودة.